Resident Evil، اسم وصل شاشاتنا ودخل قلوبنا من 21 سنة تقريبا. إصدار أول جزء في سنة 1996 عرف معنى إنك تكون خايف من لعبة فيديو، وحدد نوع جديد في عالم الألعاب هو Survivor Horror أو الرعب بالبقاء. وأنا حسان سالم وقناة جيكس الشرق الأوسط حبينا نقدم لكم 20 معلومة ممكن تكون لأول مرة بتسمعوها عن السلسلة، وهالعشرين معلومة حيكونوا مجزئين على فيديوهين، والفيديو الثاني حيكون إصداره قريب إن شاء الله. خلينا نبدأ. المعلومة رقم 10، قبل ما تقرر الشركة المطورة لResident Evil Capcom إنها تستخدم زوايا الكاميرا الثابتة اللي أعطت اللعبة جو مخيف وموتر للأعصاب، كان من المفروض إنها تكون لعبة من منظور الشخص الأول، يعني لعبة ما بتكون فيها الشخصية الرئيسية مبينة مثل ألعاب Battlefield و Call of Duty. لكن عبقرية Resident Evil تكمن في الرؤية المحدودة، يعني بيكون الزومبي بيستنى زاوية الكاميرا تتغير لحتى يصدمك صدمة حياتك. وبالمناسبة فكرة زوايا الكاميرا الثابتة استوحتها كابكوم من لعبة Alone in the Dark اللي صدرت في سنة 1992. المعلومة رقم 9، لعبة Resident Evil الأولى كان من المفروض يكون لها نسخة على الجهاز المحمول Game Boy، وفي الواقع كانت النسخة جاهزة بنسبة 90% قبل ما تلغيها كابكوم، وحكت وقتها إنها مش كتير واثقة إنه المنتج ممكن يخلي المستهلكين وكابكوم مبسوطين. وبعد هيك في شخص مهووس بالسلسلة قدر إنه يوصل لها النسخة وينزلها على شبكة الإنترنت لحتى الناس تشوفها وتلعبها. المعلومة رقم 8، Resident Evil كانت متأثرة بشكل كبير بلعبة تانية لكابكوم اسمها Sweet Home، وهي لعبة رعب يابانية صدرت سنة 1989، وبنقدر نقول إنها وضعت أساس Resident Evil. في البداية كانت كابكوم مخططة لResident Evil إنها تكون ريميك أو نسخة جديدة من Sweet Home، مع العلم إن Sweet Home ما تم نشرها خارج اليابان لأنها كانت جدا عنيفة ودموية. العناصر مثل إعدادات القصر والألغاز وصندوق الأدوات وأوراق الملاحظات المنتشرة في كل مكان والنهايات المتعددة وشاشة تحميل فتحة الباب اللي الكل بيعرفها الكلاسيكية، كلها كانت مأخوذة من لعبة Sweet Home. المعلومة رقم 7، في اليابان Resident Evil معروف باسم Biohazard أو الخطر البيولوجي، وهو اسم بيشرح نفسه بنفسه نظرا للوحوش البيولوجية اللي بتركز عليها اللعبة. لكن وقتها كان في لعبة دوس في أمريكا اسمها برضو بايوهازارد، وحلت كابكوم المشكلة وقتها بأنها عملت مسابقة على مستوى الشركة طلبت من خلالها من الموظفين أنهم يقدموا اقتراحات لاسم النسخة الأمريكية، وطبعا وقتها فاز اسم Resident Evil. المعلومة رقم 6، أبطال اللعبة الأوليين كريس ريدفيلد وجيل فالنتاين كان رح ينضم لهم شخصيتين إضافيتين، الأول خبير اتصالات ضخم اسمه جلتزر، والثاني طبيب أفريقي أمريكي اسمه ديوي اللي تم تصميمه ليشبه الممثل الكوميدي إيدي ميرفي. على الرغم من أنه الشخصيتين تم إلغائهم، إلا أنه الاسم ديوي احتفظوا فيه لشخصية غير قابلة للعب، وهو كابتن الطيارة في Resident Evil 1 إدوارد ديوي. المعلومة رقم 5، في نسخة تجريبية من Resident Evil كان فيها رسائل مكتوبة بالدم على الحيطان لحتى تروينا قصص الزومبي قبل ما يتحولوا وتشعرنا بمعاناتهم. في واحدة من هالرسائل بتقول Painful breathing, someone stop this suffering، يعني التنفس صعب ومؤلم، حدا يوقف هالمعاناة. وفي رسالة تانية بتقول For God's sake get out، يعني من شان الله اطلع مني. وعلى أغلب هالرسالة بتشير للفيروس اللي كان بيسري بأجسادهم قبل ما يتحولوا. وطبعا كل هالرسائل بتشير للأب الروحي Sweet Home، وهالرسائل تم حذفها لقساوتها. المعلومة رقم 4، Resident Evil كان من المفروض انها تكون لعبة بتدعم أكثر من لاعب، لكن بسبب وجود قيود على الأجهزة وقتها لغت كابكوم الفكرة.
عاد لو كان في لاعب تاني جنبي كان موضوع قتل وحوش الهانترز أسهل بكتير، وما كان شفت راس كريس بنقطع أكتر من مرة. المعلومة رقم 3، معظم اللاعبين اللي اختاروا جيل فالنتاين في ريزيدنت ايفل 1 كانت مواجهتهم مع اول زومبي وهو عم بلتهم زميل جيل كينيث سوليفان اللي هو برضه واحد من اعضاء فرقة ستارز. لكن اذا جربت ترجع لغرفة المدخل او اللوبي مرتين قبل ما تدخل غرفة اول زومبي رح تتفاجئ انه الزومبي اقتحم غرفة الطعام وهاجمك، واذا رحت تشوف جثة كينيث رح تلاقي رجليه اكلهم الزومبي. المعلومة رقم 2، في ريزيدنت ايفل الاولى قائد الهليكوبتر براد فيكرز منشوفه بهرب من القصر وهو حي، لكن الجزء الثاني من ريزيدنت ايفل بيظهر لنا انه الوضع كان سيء جدا لبراد. فلما تلعب بشخصية كلير ريدفيلد اللي هي اخت كريس ريدفيلد وتختار مستوى الصعوبة نورمال وتتجنب انك تاخد اي سلاح وانت بتلعب، فرح تلاقي براد تحول لزومبي وبيمشي في واحدة من الانفاق اللي موجودة جنب مركز الشرطة. المعلومة رقم 1، بلاي ستيشن كانت منصة الالعاب الاكثر شهرة للعب ريزيدنت ايفل، لكن في نسخة من اللعبة صدرت لمنصة سيجا ساترن كان فيها اضافات مميزة. مثلا بتقدر تقاتل وسكر الزومبي من خلال طور اسمه باتل مود او طور المبارزة، وفي هذا الطور كمان بتقدر تقاتل نسخة ذهبية من وحش ريزيدنت ايفل الاخير ذا تايرنت. وبهيك منكون انهينا الجزء الاول من المعلومات اللي ممكن تكون غريبة او لاول مرة بتسمعوها عن سلسلة ريزيدنت ايفل. فاحكولنا في قسم التعليقات شو كانت المعلومة اللي لاول مرة بتسمعوا عنها، وانا ان شاء الله رح انزل فيديو الجزء الثاني من هالمعلومات قريبا فتابعونا، ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير لحتى تعم الفائدة على الجميع. وفي اسفل الفيديو حتلاقوا رابط لموقعنا الاخباري وصفحتنا على الفيسبوك والانستغرام. انا طبعا بتشكركم كتير للمتابعة ونراكم قريباً.